بايجاز بايجاز هذه تنسميوها حلبة تفاعليه. سي اون بيس انتراكتيف فيها غيكونوا فيها دروس نظريه ودروس تطبيقيه موجهه للوليدات الصغيرين داكور. غيجيبوهم الاباء ديالهم غيحضروا معاهم باش تكون شويه ديال الاطمئنان. والغرض هو انه منين ياخذ ديك الدروس النظريه ديال السلامه الطرقيه ديال الممر الراجلين ديال الرصيف ديال كيفاش يقطع الطريق الى غير ذلك، كيفاش يتعامل مع الترام اكسيتيرا، تيجي يشوف داك الشيء عمليا. الوغ لو بوت شنو هو؟ هو ان هذاك الطفل، هذا الشيء اللي ما كانش عندنا، ممكن ما كانش عندكم حتى انتوما، هو ان هذه المساله هذه ديال انه يتربى على مقتضيات السلامه الطرقيه من الصغر ديالو هي اللي تنسعوا ليها. دونك الا زدناها على داك الشيء اللي غيتلقى في المدرسه، لان عندنا اتفاقيه مع وزاره التربيه الوطنيه باش هذه المقتضيات السلامه الطرقيه ندخلوها ما نسمي حنا بالمواد الحامله، نضيفوا لهذه القضيه، غيولي هذاك الطفل هذا عنده ثقافه ديال السلامه الطرقيه. اذا كما لاحظتوا سان بروجي اللي غادي تقريبا شويه 9 ديال المليون ديال الدرهم، درناه في واحد الموقع استراتيجي، وبطبيعه الحال هو غيكون مفتوح للعموم ولكن انيمي، يعني غيكونوا لي مونيتور ديالو وداك الشيء وغيكون محروس بطبيعه الحال. 2019 يعني الارقام المؤقته اللي عندنا في 2019 هو ان عدد ديال الوفيات نقصت تقريبا 2.9%. دونك الا بغينا نترجموها 2.9% صافي دير عندك واحد 101 ديال الناس اللي تفادينا اليوم جهد الله بطبيعه الحال، يعني هذه قدر الله، تفادينا اليوم الوفاه داكور. دونك نقصنا ب 101. الوغ منين تتشوف المنحنى ديال الوفيات، هذاك المنحنى سنه على سنه تينقص، سي امبورتون، لان المؤشر الوفيات هو مؤشر مهم جدا في المقارنه الدوليه. الى ضفتي ليه المؤشر ديال قياس الوفيات العدد ديال الساكنه، المؤشر ديال المملكه المغربيه الان هو 9.51، والمؤشر ديال اوروبا 9.3، المؤشر ديال افريقيا 26.6، المؤشر العالمي لا موين انترناسيونال هي 18.6. اذا حنا تنتوجدوا في واحد المستوى جيد جدا. بطبيعه الحال هذا الشيء كانت من قبل منه، والاساس ديالو هو هذه الاستراتيجيه. حنا حاجه اللي درناها في بلادنا هو درنا استراتيجيه مرقمه، دونك تنتكلموا بالارقام، تنقولوا في 2026 ان شاء الله باش غتسالي لا استراتيجي ديال 2017-2026 غادي نقصوا العدد ديال الوفيات جراء الحوادث، غنقصوها ب 50%، دونك غنهبطوها على 1900 ديال الوفيات. كذلك كاين واحد المؤشر اخر هو مؤشر ديال خطوره الحوادث. هذا المؤشر ديال خطوره الحوادث الا لاحظتوا في هاد 4 سنين كله غادي تيهبط داكور. بون مينتونون عندنا مؤشر اخر اللي فيه شويه الازعاج هو المؤشر ديال الحوادث. مؤشر الحوادث ارتفع تقريبا بواحد 7%، لان فيه بعض الحوادث اللي هما رجال الامن ورجال الدرك مضطرين يديروها، واخا هي تتكون حادثه بسيطه ولكن تتسجل. هذا دليل على اننا لحد الان واخا نقصنا من الخطوره وكما زال ما استطعناش نغيروا السلوك فيما يتعلق خاصة بالراجلين، سي تري امبورتون، وفيما يتعلق بمستعملي الدراجات الثنائية سواء كانت عادية ولا نارية. وانتم تتعرفوا القصة الحكاية ديالنا مع لي كاسك، اون جينيرال الناس ما تيعطيوش قيمة لي كاسك. مادام انتم طرحتوا هذا السؤال انا ما كرهتش تدوزوا هذا الميساج، استعرفوا بانه 9 على 10 ديال الحالات ديال الحوادث اللي فيها الناس اللي تيسوقوا الثنائي، دونك لي دوغو الدراجات الثنائيه الناريه، 9 على 10 ديال الحالات تيتقاس الراس. اون جينيرال منين تيتقاس، خلينا نكمل هذه القضيه، منين تيتقاس الراس سافو دير الا تقاس الراس معنيته لا بروبابيليتي، يعني الاحتمال ديال ان السيد توقع له يدخل في الكوما ولا وقع له عاهه ولا وفاه تتولي كبيره. فوالا دونك هذا هو الاهميه ديال لو كاسك. اون فيت لو كاسك ما تيدارش المراقب اللي هو رجل الدرك ولا رجل الامن، وما تيدارش باش الواحد يديرو في سميتو، خصو يدار فوالا. البنيات التحتيه غير يعني للانصاف، لان هذه القضيه اللي تتهم البلاد، هو ما يستثمر المغرب في البنيات التحتيه سنويا، يعني الا جمعتي غير اللي عندي انا في الوزاره تقريبا واحد 35 مليار ديال الدرهم داكو، دونك تقريبا واحد 3500 مليار ديال السنتيم. شحال تتاخذ من هاد الطرق؟ تتاخذ ما بين 10 حتى 12 مليار ديال الدرهم سنويا، فيها الطرق السيره، فيها الطرق السريعه، وفيها كذلك يعني الطرق الوطنيه والطرق الجهويه. الوغ عندنا بعض النقاط اللي تنسميوها حنا نقاط سوداء، وهذيك النقاط السوداء منها ما هو موجود في المجال الحضري وموجود خارج المجال الحضري. هذه لها بروغرام سبيسيال تنسميو البصاص، خدامين عليها. لكن انا نقول لك، لانه انت طرحتي السؤال ربطتيه بالبنيه التحتيه، 95% ديال الحوادث ديال السير
ماشي غير في المغرب بالمناسبه باش ما نظلموش بلادنا كلها، السبب ديالها اساسا هو العامل البشري. العامل البشري عمل مهم محدد، لانه بنادم منين تيولي تيجري واحد السرعه ديال 130 ولا 140 استعرفوا بانه شحال ما طلعت السرعه شحال ما كانت الامكانيه ديال التحكم تتقلل، لان كاين واحد العدد ديال دول العالم في لي زوطوغوت ديالهم محددين السقف هو 110 الكيلومتر. فبالتالي هذه القضيه ديال السرعه ما تتخليكش تتحكم في السياره، والسرعه من الاسباب الكثيره ديال لي زاكسيدون. دونك البنيات التحتيه في حدود معينه حنا تنشتغلوا عليها بطبيعه الحال، وتنظن ان شاء الله يعني في المستقبل زعما هاد الريزو ديالنا يعني الشبكه ديال الطرق ديالنا حتى هذيك الاماكن اللي عندنا فيها بعض النقائص غادي تصلح ان شاء الله.